ونتكلم معاكم عن حركة تغيير المدربين المستمرة في أوروبا. المرة دي بنتكلم على مدير فني قوي جدا مع تولي سبيشال وان جوزيه مورينيو تدريب فنربخشة التركي في قرار أثار جدل واسع على السوشيال ميديا. هل قرار موفق من مورينيو اللي تولى تدريب أكبر أندية أوروبا وقدر أنه هو يحقق نتائج كبيرة أهما طبعا التتويج بالدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين؟ فنربخشة احتل المركز الثاني في الدوري التركي بعد البطل جلاتا سراي، وأصبحت الجماهير بتأمل بقيادة مورينيو لفنربخشة مرة تانية إن هو يتوج بالدوري. امبارح كان الظهور الأول لسبيشال ون مع فنربخشة وكان في استقبال جماهيري رائع وكبير زي ما شايفين مع حضراتكم على الشاشة، وتم استقباله بشكل مميز جدا. هل مورينيو قادر على تحقيق نتائج مميزة في التجربة الجديدة خاصة بعد عدم نجاحه يعني يمكن في آخر تجربتين سواء مع توتنهام الإنجليزي أو روما الإيطالي؟ بنتكلم على تشيلسي وإنتر وريال مدريد وبعد كده مانشستر يونايتد، أندية دربها مورينيو ومحقق إنجازات كبيرة، وأبقى التحدي الجديد ليه مع فنربخشة. هنتابع معاكم وهنشوف خلال الفترات القادمة محضر إيه جوزيه مورينيو مع فنربخشة التركي.